في هذه الانطلاقة وانطلاقة خامس أشواطنا في هذا الصباح في منافسات سن اللقاية وانطلاقات الأربعة كيلومترات. الله الله الله، هناك تويوتا ستيشن جي اكس في الانتظار للفايز بالمركز الأول. متابعين الكرام، أبدأ بالبداية وأتابع الصدارة وأول المراكز. مشاهدينا الكرام، هنا العنود أتابع. مشاهدين الكرام، هناك الصدارة والانطلاق، هناك شعار الزعبي، من يبدأ بالبداية هناك مع متعب سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت الزعبي، هنا يبدأ بالبداية والصدارة مع انطلاقة متعبة. بينما ثاني المراكز هنا أتابع القادم والمتقدم في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، من الجانب الآخر هناك الخريب علي بن مطر بن ضابط الدوسري، بينما ثالث الأسماء تقدم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أتابع هنا أيضا مودة علي بن ناصر بن سعيد العيدة أيضا قادم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء هنا الماجدة سيف بن مبارك بن عبد الله آل شحيش هنا مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء أتابع. مشاهدينا الكرام، هنا أيضا مشكورة محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري، هنا شعار بن جبران القادم مع خامس المراكز. هكذا النداء متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، لمراكزنا الخمس المتقدمة في منافسة قوية في حضور مثير. متابعينا الكرام، تتابعون هنا على أرضية ميدان التحدي، أعود من حيث بدأنا هناك مع الصدارة والقيادة. هناك الخريب وشعار الدوسري، من يقود ايضا الجموع هناك، ينطلق بانطلاقة الخريب على البداية علي بن مطر بن ضابط بن محمد الدوسري، ولكن الله 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 يا القادمة في هذه اللحظات. مودة مودة، احد الاسماء القوية والمرشحة واللامعة، من تنطلق على الصدارة. متابعينا الكرام، علي بن ناصر بن سعيد العيدة شعار اللورد هنا يتواجد على البداية والصدارة، بينما ثالث الأسماء هنا متعب سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي المتواجد مع ثالث المراكز. ولكن أتابع القادمة في هذه اللحظات، مشكورة مشكورة، تصل هنا بشعار النجوم بشعار بن جبران، هنا محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري ايضا بدأت بالاقتراب، مشكورة. ولكن اتابع خامس المراكز، هنا التقدم. متابعين الكرام، الماجدة سيف بن مبارك بن عبد الله بن مسر آل جحيش مع خامس المراكز، ولكن اعود مع البداية. 1200 خلاص، ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن الناموس. مودة على الصدارة. متابعينا الكرام، أعلنت المغادرة، أعلنت الانطلاق صاحبة العوايد، في رصيدها سيارتين شعار اللورد هناك على الصدارة، بمتابعة حمد بن راشد بن راية هناك على الصدارة. روح يا إخواني، حركوا روحوا هناك، تابعوا أيضا مودة وانطلاقة مودة علي بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة الخريب، هنا قادم مع ثاني المراكز علي بن مطر بن ضابط الدوسري، ولكن تقدمت مشكورة. القادمة بشعار النجوم، القادمة بانجازاتها وانطلاقة هذا الشعار، هنا المتواجدة مع ثاني المراكز محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري، ولكن الله الله غادرت كعوايدها، غادرت أيضا بانجازاتها، غادرت بشعارها وانطلاقها الممتاز. مودة اللورد هناك على الصدارة. متابعينا الكرام، تعلن الانطلاق، تعلن المغادرة بدون أي توامر، عصاهم غروزة في بطانها. الله الله،
نذكر الله يا جماعة على هذا الأداء والانطلاق الممتاز. نتابع مودة هنا بشعار اللوز، تظفر بناموس هذا الشوط بدون أي تعليمات بدون أي أوامر. مشكور يا بن راية حمد بن راشد بن راية من قدم مودة للمرة الثانية متابعين الكرام، أو الثالثة في هذا الموسم، والسيارة الثالثة في رصيدها هنا بشعار اللورد بدون أي منافس. تهانينا والناموس لعلي بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة على هذا الفوز والانتصار. بينما ثاني المراكز وصلت شواهين حمد بن سهيب عبد الهادي بن حفار المري، وثالث المراكز كان الوصول من مشكورة محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري. رابع المراكز وصلت متابعينا الكرام شروق محمد بن سالم بن محمد المري، وخامس المراكز المركز الخامس العنود علي بن محمد بن سعيد النابت المري. هكذا كانت النتيجة متابعين الكرام، والسيارة الرابعة في رصيد مودة. تهانينا والناموس لمالك مودة. 5:53 9 أجزاء من الثانية. نهني علي بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة، والتهنئة لداعمي هذا الشعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة، والتهنئة ايضا لحمد بن راشد بن راية من تابعها ايضا في التضمير. بينما ثاني المراكز وصل اشعار بن حفار ب5:58 5 أجزاء من الثانية. نهني ايضا مالك شواهين حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، ايضا مشكور ابو سعود من قدم ايضا شواهين في هذا الشوط. بينما ثالث المراكز مشكوره ب5:58 6 أجزاء من الثانيه. نهني ايضا محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري. تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا متابعينا الاعزاء.